نخافوا من شي دوله ولا نعرفوا لا الجزائر ولا اللي كاين، والله ما نخافوا من شي دوله ولا نخافوا منا، حنا غنترجعوا ونزيدوا. نقابة ديالنا ديال اتحاد المغرب الشغل قابت واحد المجهودات وقابت واحد العمل اللي هو وقفت لنا مع السيق المهني، وقفت لنا مع هاد المهنيين اللي كاينين اللي هما شيفورات، وهاد التحية اللي كاينة مشينا عند العائلة ديالهم وجبنا عندهم التصور ديالهم وجبنا عندهم الحالة المدنية، وخسرنا بسي الحالة المدنية ديالهم. ها هي عندهم ثلاثة الوليدات عندهم، وكاري هاد الشيفور اللي مضروب بالقرطاس، وكاري ومشينا عندهم، وجا واحد محسن اللي هو قام بالعمل ديال العائلة ديالهم، عيط عليا قال لي اجي سير عندك العائلة وهزهم وسيديهم المكتب ديالي وراه 400 فرانك لهذا كلمات غادي تبقى عنده تل، والاخر 500 فرانك شهريا يجي ليها تيصحح ويجي يخدم معاه، يجي يخدم والله يعاوننا عاون. وحنا وهما ترانسبور ديال الجمعيه ديال النقل ديال الخضاره ديال الخضرة، راه ان شاء الله الرحمن الرحيم مني يجيو راه غادي نجيبو هذيك الموتى، وغادي نجي هذاك معاهم في الطياره، وغادي ندير لهم قام بالعمل ديالو بالحرف. قال لي انا نقوم بالعمل ديالهم بفلوس ديالهم كامله، خلاص ديال الطياره، خلاص ديال الكفن ديالهم، وذاك اسمه هو ذاك الحقوق كلها ديالهم، دوك الحقوق ديالهم كل شيء مكلف بهم. وغادي من يجو غادي يجيب الخدانة وغادي يمشي يدير من العاشق، قال لي ما يخرجوش من الدار، كل شيء مقوم من 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 الماكله ديالو. انتم في النقابه ملي سمعتوا الخبر كيفاش تلقيتوا؟ بغينا من احنا عندنا الشيفرات، وهكا عندنا الشيفرات، عندنا لاكارت المهني، لاكارت ديال النقابة. واش تأثرتوا بقى فيكم الحال؟ إيوا بقى فينا الحال، واش هو حال؟ على نعسنا، راه جاو هاد الناس كلشي قاعدين في الدار، راه مشينا الصحافة جات في الليل، تا هي الصحافة جات في الليل، ودرنا تعبان على داك الشيء، والحمد لله. هاد الشيء هذا أول مرة وقع بهذا الشكل هذا؟ أول مرة، هادي راه كاليتا كانت بتكون، راه جاب الله جوج كاميوات. جاب الله جوج كاميات اللي ضربوا، والثالث جي خاوت، راه كان 12 كاميو اللي كانت غادية في الكوفة، وجاب الله الوراق ديالهم ما 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 الوراق ديالهم ما تيسروش، وجاب الله هذوك الجوج اللي دار، وما راه كان واحد الكاريتا راهو هايتا واحد الكاريتا وعلي. هاد الناس هادو تقتلوا وما حتى شي حاجه ما تسرقات منهم؟ ما كاينش السرقه، هذا ماشي مخار، ماشي مخار، هذا ماشي السرقه باش يسرقوا يجيب. هذه راه دوله اللي صيفط هاد الشيء، هذا ماشي السفر يسرق شي حاجه اللي هي خفيفه، هذه وين ما عندناش فيها، وين راه دولة هذه؟ هذه راه دولة اللي جات. شكون اللي مصيفط هاد الناس هذو؟ دولة الناس المصيفطين هما معروفين، راهم معروفين هذوك المصيفطين بالكاد، ارفع طوموبيل اللي جات تما. هاد الناس باغيين يخلعوا التجار ويخلعوا المستثمرين، شنو هي الرسالة ديالتكم من خلال هاد الشيء؟ شنو كتقولوا لهم؟ كنقول لهم حنا نهار الرسالة مع الصباح صبحنا على الكاميوات، شمعنا هاد الخضارة بس الخضارة يشرجوا، كانوا خافوا الخضارة ما غايشرجوش، الخضرة قليل ما بغيش يشرجوش، خافوا الكميات ما يكونوش، كاين الكميات ديال 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 اللي كيمشوا اسمه هو أوروبا كيمشوا، ردينا دوك الكميوات الحق ديالنا وردينا الكميات، قال لهم لا هكا ما نمشيو هكا بعدا،
دعموا الكاميرات يمشوا دعموا الكاميرات باش يمشوا باش والكاميرات كلشي شارجا ومشاو وراهم يشوفهم في كريكرات العاده كما كان. هذا الشيء ما غاديش ياثر على الحركه ما معطر علينا حنا واخا يكون اللي بيكون ما معطرش علينا ولا كان حقوق دي حقوق السيفورات راه قلنا لهم حقوقكم غتشدوا ما ما نضيعوكم في حقوقكم راه ما نضيعوكم حقوقكم حقوقكم غتشدوا ما نخلوكمش بلاد ولكن هانتيروا تيروا تصرفوا تيروا تصرفوا حقوقكم راه ما نخلوها. حنا كنقابه ديال الاتحاد المغربي للشغل قامت بالعمل ودابا الحمد لله راه من الدخل الملك ديالنا والدخل ما عندناش بقينا نقولوا شي كلام ما يدخل شي واحد يقول لنا في شي نقابه ولا شي جمعيه ولا شي حاجه راها قامت بالعمل تما وراها دار وراها فعل ولا داك هذاك راه كذوب والله الا كذوب باش الناس يكتبوا على الميت ما عرفتش قال لهم راه قاموا بالعمل راه جروا كاميو راه داروا راه فعلوا الكاميو اليوم اليوم الكاميو مشيت عند مي الكاميو كاين شي ثلاثه مسروقين ولا اربعه مشيت عندهم قلت لهم سيروا خرجوا الكاميو ديالكم خرجوا شيروا الكاميو جيبوه وجيبوا جيبوا جيبوا القروه وانا غنخلص الحمايه ديال التسويق المهني. الدوله قاده بشغلها الدوله قاده بشغلها وقاده بالحمايه ديال الشباب وقاده بصو بالمكانيات ديالها. يخوفنا شي واحد هنا يخوفنا شي واحد يقول لك راه غادي يخوفونا عرفتي واخا يكون اللي بيكون غنتهضروا ونزيدوا ما يخوفنا. والدوله الحمد لله عندنا 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 مخابرات اكبر مخابرات في العالم كاينه اكبر مخابرات في العالم كاينه راه ماشي باقي هادو يلا نعتل راه كيما قال الدق راه المخابرات كاينه في البلاد راه ماشي شي حاجه اللي والحمد لله عندنا 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 واحد والله ما نخافوا من شي دوله ولا نعرفوا لا الجزائر ولا اللي كاين والله ما نخافوا من شي دوله ولا نخافوا منها حنا غنتهرجوا ونزيدوا. شتي لا تحل الباب ديال 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 الجزائر والله ما نوقفوا حتى نوقفوا في 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 في, في لندن ونخرجوا من لندن ونزيدوا للسعوديه بالخطره ديالنا بالخطره ديالنا وإن لا حلوا هذوك الحدود راه حنا غادي نخدموا حنا ما نخافوش. واخا يتقلب الكاميو ولا غادي تتقلب الكاميو 150 مليون 200 مليون ويخرج الكاميو الاخر يشارجي ويزيد هذه يقول لي الراجل تقلبت ثلاث العام مشات كامله وشارجا ورجعوا مزاد. انا راه بينا ندعموا الدوله خاطر تدعم واحد الدوله خاطر تدعم لهاد الناس اللي هما اللي هما مهنيين ديال البيع والشرايه حتى هما راه تعطي لهم تسعه ديال السلعه وين راه ما وقفوش. واش كاميو ديال البسطه يمشي يطيح يتقلب الكاميو يموت التيفور يقول كل شيء ونشرطوا حنا ونزيدوا حنا غندير واحد الحمل تبارك الله على التيفور اللي عندنا الله يجازيهم بخير. وهاد هاد 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 البيع والشرايه ديال اكادير وديال تقول لي كيصرجوا بايض على البايض بس ما نوقفوش الخضره ديال الجهه ديال 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 الافريقيه ما نوقفوهاش. حنا عندنا العدو وين حنا خاصنا نحاموا بالسعه ديالنا تكون تما تكون مكفوعه بكل بلاصه تما